السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله بنتعرف على مدير الملفات اللي هو بنستخدمه لما بننزل أي حاجة من أي موقع من أي مكان، بنزل سكين، بنزل بلوجن، بنزل ملف قنوات، ملف بيكونات، بحطه على التليفون. طب أنا عايز أنقله للجهاز بكل سهولة خالص عن طريق الموبايل، وأنت قاعد كده وحاطط ظهرك على الكرسي. الموضوع مفيش أسهل من كده، بتخش على المتجر أو جوجل بلاي، بتدوس أوكي تمام كده، وبنخش هنا بنرجع ورا كده واحدة، بكتب هنا مدير الملفات مثلا زي ما انا كنت عامل هنا، بلاقي ظهر قدامي الحاجات دي، مدير الملفات او فايل مانجر. بس اهم حاجة الملف اللي هو عليه حرف الاف ده اللي احنا قدامنا ده، اللي هو ده اللي انا داس عليه بايدي ده، هو ده. بس هقول له فتح على طول. الواجهة الرئيسية بتاعتنا زي ما احنا شايفينها كده بتفتح معاك، بتلاقي كلمة التحميلات فوق اهي وكلمة بعيد تحت. انا بخش على كلمة التحميلات دي، اي حاجة بحملها بلاقيها هنا نازلة معايا اهي، ما فيهاش اي مشكلة كده. طيب هرجع ورا بعيد، دي مثلا اي بيهات عندي انا بخش منها لبعض الاجهزه. طيب انا عندي اي بي مثلا ده دلوقتي اللي موجود عندي، هدوس عليه كده وهعمل له ازاله موافق، وعندي ده شغال هدوس عليه وهعمل له ازاله موافق كده. انا ما عنديش اي بي دلوقتي يخش على الجهاز، اروح دايس له اضافه موقع بعيد كده، وهختار الشبكه المحليه اس ام بي اف تي بي، انا عاوز اف تي بي اللي هي رقم 3 دي اهي. هدوس على كده تفتح معايا، بيجيب لي الصفحه دي بكل بساطه. الموضوع ما فيش اسهل من كده. بتخش على الجهاز، بتطلع الاي بي ادرس من الجهاز بتاعك، سيستم نتورك، هتلاقي الادابتور بتاعك، الادابتور سيتنج، هتخش هتلاقي جواه الاي بي ادرس بتاع حضرتك 192 دوت 168 دوت 1 دوت 56، ده الاي بي بتاعك. اسم المستخدم روت، وكلمة السر أنا عاملها روت، وفي ناس بتبقى كاتباها دريم بوكس، 1 2 3 4 محمد، أي اسم حضرتك تكتبه في الروت أو في الباسورد، بتكتبه قصدي أنا آسف جدا، الباسورد بتاع الجهاز بتكتب بالاسم اللي يناسبك. فهو كلمة روت بتبقى سهلة، بتبقى زي الباسورد على طول، وأربع حروف وخفيفة وما فيهاش حاجة. فبكتب كلمة روت ار دبل او حرف التي، وهبقول له بنزل كده تحت، هقول له موافق بس مش هتدوس على اي حاجه تاني. هي هما الخطوه الاثنين ثلاثه بس، تكتب الاي بي اللي هو المضيف واسم المستخدم وكلمه المرور. بص لما ادوس موافق دلوقتي دخل معايا على طول اهو، ما عملتش مع حضرتك كده يبقى في عندك حاجه غلط، يبقى الجهاز مش متصل صح، النت بتاعك فيه حاجه. طبعا بعض الاوقات بيحصل ان بتلاقي الفيد مش شغال، الجهاز مش متصل، حاول تفصل الراوتر وتشغله، ده بيكون بنسبه 80% الراوتر عاوز ياخد اي بي جديد يعني، بس هتلاقيه اشتغل معاك على طول كده. انا دخلت، لما بدخل بفتح الفلاشه بتاعتي، بفتح اي حاجه حضرتك انا عاوزها، بص بلاقي كل حاجه موجوده قدامي، وبقدر اتصفح الجهاز بتاعي واخش اعدل واعمل اللي انا عاوزه بكل سهوله. طيب اخر حاجه دلوقتي انا محمل، وليكن عندي في التحميلات محمل بلجن زي مثلا دي صوره اوبن بلاك هول، سيبك منها حجمها كبير شويه، هاخد بلجن زي الفيت فايندر ده، بايثون 2 بايثون 3 بتاع الاستاذ بهاء، هدوس كده عليه بيعمل معايا اللون الاخضر ده. كل مطلوب منك ان انت هتظهر معاك يعني خانه من تحت، الخانه دي فيها كلمه اكثر وكلمه حذف واعاده تسميه ونقل ونسخ. لو دوست على اكثر، لو انا عايز اشاركه مع حد على الواتساب مثلا، اشاركه على الماسنجر من خلال كلمه مشاركه دي، او اضافه للمفضله، او اضغطه او افتحه او كده. طيب وبعد كده عندي حذف لو عايز امسحه، اعاده التسميه، نقل دي لو انا دوست عليها هاخده من هنا خالص مش هيبقى موجود تاني، ولكن انا بفضل كلمه نسخ عشان لو اتمسح عندي على الفلاشه هيفضل منه نسخه على الموبايل. هدوس نسخ، بيظهر عندي كلمه الغاء ولصق، ببدا اتحرك بقى في الموبايل، بس برجع للخلف كده وبروح رايح على كلمه بعيد 65 اللي هو الاي بي بتاعي، وبيفتح معايا الصفحه دي. هقول له اتش دي دي، او عايز تبعته على مسار التمب على طول براحتك خالص، او على الفلاشه في اي مكان حضرتك تحب تحطه، هتدوس له كلمه لصق، في لحظات اتنقل معاك. بس هي دي كده ببساطة مدير الملفات في دقيقتين، الموضوع مش صعب خالص. في ناس كتير كانت سألتنا عليه، لسه جايبة الانجما جديد او مش شركة فجست الانجما جديد، بيشتغل يا جماعة على كل اجهزة الانجما، مفيش حاجة اسمها حاجة بتشتغل وحاجة ما بتشتغلش، اجهزة الانجما بتختلف بس في الهاردوير يا جماعة، وفي المكونات بتفرق طبعا في سرعة الجهاز، في قوة الأداء، في الصورة والجودة والحاجات دي، ولكن الإنجما هي على كل الأجهزة، عشان بعض الناس في الآونة الأخيرة بدأ يقول لك أصلك لا الإنجما يا باشا بتشتغل على الجهاز أبو 500 جنيه وعلى جهاز ب 15000 جنيه، ولكن الفرق في إيه؟ الفرق في المكونات بتاعت الجهاز، مكونات هاردوير، رامات، ريموت كنترول، إمكانيات جهاز، بس هي دي الفروقات بين الإنجما. فالقصد إن البرنامج هيشتغل معاك على جهاز ب 500 جنيه وعلى جهاز ب 15000 جنيه.
بس هو ده كده الموضوع بكل بساطة. أشوفكم إن شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.